الجهاز العصبي الأول فيه ردود فعل محلية ومركز عصبي محلي، وبعدين فوق المركز ده فيه مجمع عصبي، وفوق الكل المخ أمره يمشي على الجميع. نفس الحكاية في الهرمونات برضو، بنلاحظ ان عندنا مثلا غدة زي الغدة الفوق الكلوية اللي هي السوبرارينال، الغدة دي بتفرز الأدرينالين مثلا، في غدة فوقها اللي هي غدة الدرقية هنا بتفرز السيروكسين، وفوق الكل فيه الغدة النخامية اللي في المخ اللي هي تمثل هيمنة ورياسة على جميع الغدد الصماء. نظام هرمي، قاعدة وقمة. نفس الشيء برضو بنلاحظ ملحوظة تانية في نظام الإدارة في الكون، لأن الإنسان عبارة عن كون مصغر، اللي بيحصل فيه بيحصل في الكون الكبير، فنبص نلاقي في الكون الكبير نفس الشيء برضو. يعني عندنا في القاعدة فيه قوانين، مثلا قانون الجاذبية بيحكم كل الكتل والأجرام الفلكية. نيجي نلاقي الحياة مثلا تستجد على الأرض، فتستجد بمجموعة قوانين، هذه القوانين الجديدة تركب القوانين الأولانية، فتبص تلاقي مثلا النخلة يطلع فيها المية تطلع من الجدر لغاية الفروع 30 قدم ضد الجاذبية، قدرت المية تتغلب على الجاذبية وتطلع ضد الجاذبية 30 قدم لفوق. ازاي حصل؟ قوانين جديدة ركبت القوانين القديمة. ايه القوانين اللي بتطلع المية في النخلة من تحت لفوق؟ قوانين الخاصة الشعرية، التوتر السطحي، تماسك العمود المائي، قوانين الضغط الإزموزي، كل دي قوانين سخرت للنبات عشان يطلع بالعصارة من تحت لفوق ضد الجاذبية. فهذه أرضية من القوانين، جت قوانين تانية ركبت هذه القوانين، بيسموها تفاضل القوانين. جه بعد كده المملكة الحيوانية، المملكة الحيوانية ركبت القوانين، النبات كله بتاكل النبات وتتغذى عليه وتحكمه، وجه الإنسان يحكم الكل، ولكن الإنسان مستخلف من الله سبحانه وتعالى، ففوق الجميع فوق الكون كله فيه الله سبحانه وتعالى الذات الإلهية، بيده مقاليد كل شيء. نفس النظام الهرمي اللي شفناه في إدارة الجسم في الأعصاب وفي الهرمونات بنشوفه في الكون كله، إن في قاعدة تفضل تدق تدق لغاية ما توصل في النهاية إلى قمة. أيضا في حاجة تانية برضو في نظام إدارة الكون كله، وهي وجود قوتين أشبه بسالب وموجب. يعني مثلا لما نبتدي في الكون نبص نلاقي فيه قانون الجاذبية، الشمس ماسكة كل الكواكب بقانون الجاذبية، لكن لو كان ما فيش إلا قانون الجاذبية كانت الكواكب كلها راحت وقع في الشمس واحترقت. لا، ده في قانون تاني ضد الجاذبية اللي هو اللي بنقول عليه الطرد المركزية، فالكوكب الشمس بتشده وفي نفس الوقت القوة الطرد المركزية بترميه لبر، وبالتوازن بين القوتين بالكوكب بيحتفظ بمدار، فلكن في قوتين بيشتغلوا ضد بعض. برضو في حكاية الشمس نبص، كان ممكن الشمس دي لو كان منفردة بها قانون الجاذبية كانت انهارت وتحولت لقبضة من المادة المهروسة، إنما اللي بيحصل لا، ما بيحصلش. ليه؟ لأن في قوة تانية وهي تمدد الغازات بالحرارة، لأن الشمس عبارة عن فقاعة كبيرة من الغازات. فاللي بيحصل إن الحرارة بتخلي الغازات تتمدد لبرة، والجاذبية بتخلي الكتلة المادية تخش لجوه، وبين القوة اللي بتطلع لبرة والقوة اللي بترمي لجوه حصل توازن، خلى الشمس في وضعها الثابت كده، ما بين قوة الجذب اللي ممكن تنهار بها الشمس إلى قبضة من المادة المهروسة، أو قوة تمدد الغازات بالحرارة اللي ممكن تنفجر بها الشمس في الأقطار الأربعة. ف
فدايما بنلاقي في الكون قوتين ضد بعض. لما بنخش بقى في جسم الانسان بنلاقي في الخلية عملية بناء وعملية هدم في نفس الوقت، قوتين ضد بعض. نخش بقى في الهرمونات والاعصاب نبص نلاقي نفس الشيء. في الهرمونات تبص تلاقي مواد تعمل تسريع للتفاعل ومواد تعمل فرمالة للتفاعل، تبص تلاقي مواد ضد بعض زي الادرينالين الاستايلكولين، كل مادة ضد التانية تمام. وفي الاعصاب نفس الشيء، يجي امر عصبي بالتسريع او امر عصبي بالعكس. وحتى في جهازين عصبيين، في جهاز العصبي السمبتاوي وفيه ضده تمام الجهاز اللي باسمه الباراسيمباثيتيك، جهازين ضد بعض. وبيجي الامر من فوق يعمل انقباض للعضلة، وفي امر عكسي يعمل ارتخاء للعضلة. فقوتين بيشتغلوا يتنازعوا الجسم باستمرار. وفي الكهرباء معروف حكاية السالب والموجب، فالكون كله مبني على قوتين ضد بعض. وكذلك الانسان في حركته وقوانينه مبني على قوتين ضد بعض. ولما نوصل لحكاية الهرمونات نلاقي نفس الحكاية، ان هي مبنية على هرمونات تعمل تسريع للتفاعل وهرمونات تعمل ابطاء للتفاعل. ومن التوازن بين ده وده تكون النتيجة الصحة، اللي هي توازن الاخلاط والقوى داخل جسم الانسان. عشان ناخد فكرة عن الغدد الصماء والهرمونات، نقول لكم ان اهم واكبر غدة، اللي يعني اكبر من ناحية الدور انما هي من ناحية الحجم صغيرة قوي، الغدة النخامية اللي موجودة في الدماغ دي، اللي هي بتقوم بدور رئاسي على جميع الغدد الصماء. الغدة دي موجودة في قاع الفص الاوسط من الدماغ، او يقولوا عليها اسفل السرير المخي، او نقدر نسميها تحت العرش. الغدة دي، الغدة دي برغم انها حجمها صغير خالص، لكن دورها خطير جدا، لانها بتهيمن على جميع الغدد، سواء كانت درقية او غدد المبيض او الخصية او البنكرياس او فوق الكلوية. وفي نفس الوقت هي المسؤولة عن عملية النمو، فأي مرض يحصل في النخامية دي تكون نتيجته القزامة، يبقى الرجل قد كده، او العملاقة يبقى الرجل طوله مترين. وايضا بتهيمن على المية والاملاح في الجسم واخراج المية من الجسم في البول. وايضا لها دور خطير جدا في مسألة الوضع، لان هي اللي بتعمل انقباض الطلق، عملية الطلق دي، واخراج المولود من الرحم. وقلنا زي ما قلنا هي مرتبطة بجميع الغدد الصماء، يعني مثلا لها علاقة بخواص الذكورة والانوثة عن طريق هرمونات المبيض والخصية، لان هي بتأثر فيهم. لما ننزل تحت بقى نلاقي غدة الدرقية دي، هي المسؤولة عن النشاط والخمول. لما الغدة دي تشتغل بشكل مرضي زيادة عن اللازم، يبقى المريض في حالة هزال وما بينامش وإسهال وخفقان، ويتضاعف نشاطه بشكل مش قادر يحكم نفسه خالص، وانفعالاته تبقى باستمرار متهيجة. والعكس لو حصل في هذه الغدة يعني كسل مرضي، تكون النتيجة ان الانسان يبقى عنده خمول ورغبة في النوم، ويسمن ويترخل ويتبلد بالشكل ده. الغدة اللي في المبيض بتفرز الهرمونات الاسترين والبروجستين، ودي هرمونات اللي بتنظم الدورة الشهرية والحيض والحمل، وايضا بتدي المرأة خواص الانوثة، يعني الطراوة والليونة والجلد الناعم والصوت الانثوي الدافئ. وبالعكس في حكاية الخصية وهرمونات الخصية اللي هي التستوستيرون، ده هرمون بيدي الرجل صفات المرجلة اللي فيه، الصوت الخشن والشنب والدقن والفحولة. وبعدين البنكرياس مثلا فيه الغدة اللي بتنظم الاستفادة من سكر الدم. وايضا عندنا الغدة فوق الكلوية او السوبرارينال، ودي بتفرز هرمونات كثيرة، بيطلع من اللب الغدة هرمون الادرينالين. الادرينالين هو اللي بيحشد الجسم في حالات الانفعال، ويوسع الشرايين ويشد عزم القلب ويرفع ضغط الدم،
وفي نفس الوقت يستدعي كل الاحتياطي الموجود في الكبد من النشويات عشان يتحرق، لان الجسم بيبقى عاوز سكر يحرقه. بينما قشرة الغدة بتفرز مواد اشباه الكورتيزون اللي هي بتنظم الصوديوم والبوتاسيوم في الدم، بتنظم ضغط الدم، ومسؤولة عن حشد الحيوي اللي بيحصل للانسان في حالات الخطر، غارة مثلا او زلزال او بتاع الحق حرامي مش عارف، منظر مفزع الواحد يتحشد بكليته. فاللي بيحشد الجسم في الحالات دي اللي هي القشرة، الهرمونات القشرة بتاعت سوبرارينال، بالاضافة الى الدرقية برضو، وبالاضافة الى فوق الكل بقى زي ما حكينا الغدة النخامية، رغم انها حاجة صغيرة كده الا انها خطيرة جدا في تأثيرها وهيمنتها ورئاستها لجميع الغدد الاخرى. طبعا الحكاية مش بس الغدد اللي قلنا عليها، اتضح ان المخ نفسه كمان بيفرز كيماويات، كنا زمان بنقول بيفرز اشباه الافيون والمورفين عشان التسكين الالم وما الى اخره، مادتين ثلاثة، لكن اتضح اخيرا انه بيفرز اكتر من 100 مادة كيماوية مرتبطة بجميع الانشطة اللي بيقوم بها الانسان. امراض الغدد الصماء زي القزامة والعملاقة والسمنة والهزال والسكر والتخلف العقلي، او مثلا ظهور اعراض الانوثة على رجل بانه يبقى اجرودي وما لهش دقن ولا زعو وناعم وفي طراوة وصوته حريمي ويطلع له مش عارف صدر ماهد وحاجات زي كده، او العكس في المرأة اللي تطلع لها شنب ولحية ومش عارف صوتها حاجات كده، يعني ده برضو كل دي امراض غدد صماء، ودي باختصار نوع من سوء الادارة او اوامر خطأ جت بالعكس فادت الى نتائج عكسية، لان زي ما حكينا الهرمونات هي الادارة او الحكومة. لما ابتدينا كلامنا قلنا لكل دولة حكومة ولكل مؤسسة ادارة، وادارة الجسم الانساني هي الاعصاب اللي جايبة الاوامر من المخ على شكل نبضات كهربائية، والهرمونات اللي هي اوامرها عبارة عن كرابيج كيماوية بتمشي في الدم. وشفنا ازاي الفعل الاداري بيتم عن طريق قوتين ضد بعض وعن طريق نظام هرمي من الاجهزة، ابتداء من القاعدة اللي هي مجرد ردود الافعال او النشاط الخلوي اللي بيحصل في الخلية لغاية القمة، وفوق القمة طبعا فيه النفس الانسانية، النفس الانسانية اللي بتستعمل العدة دي كلها عشان تعبر عن نفسها. وعشان كده برضه لما نتكلم عن الكون ونقول النظام الهرمي للكون لغاية ما يوصل للقمة، نلاقي على القمة مين؟ الله سبحانه وتعالى اللي هو بيده مقاليد كل شيء. فدي من التكوين الاداري للكون، والتكوين الاداري للانسان مؤشر يدل على ان في الاقصى القمة فيه الذي ليس كمثله شيء، زي ما فيه ذاتك جواك بتحكم جسمك، وكذلك فيه الذي ليس كمثله شيء وهو الله سبحانه وتعالى فوق قمة الكون كله بيسيره ويدبره. نشوف بقى الفيلم وناخد فكرة عن الهرمونات اتكلمنا عنها. قلنا ان اللي بيعمل للراجل دقن هي نظام هرموني معين، واللي بيخلي الايد الست ناعمة وصوتها دافئ هي هرمونات اخرى، وكذلك الراجل ده عنده ورم والمية ما بتنزلش من جسمه كما يجب، ما بتتصرفش كما يجب بسبب خطأ هرموني او مرض في الغدة الصماء، وهذا المريض كل وقت معين لازم ياخد حقنة انسولين عشان يسترد نشاطه، لان ده ضروري عشان حرق السكر اللي في جسمه. يعني هذا الولد يجي في لحظة هو عنده سكر، بيجي في لحظة يحس بالتعب، يحس بجفاف في الحلق، فيعرف ان معاد الحقنة جت، يدي نفسه حقنة الانسولين. حقنة الانسولين دي هي اللي هيسترد بها نشاطه. ليه؟ لان الانسولين
هيطلق السكر اللي في الدم ويستفيد بيه، وبدون الانسولين هيبقى زي حكايه الدفايه اللي مقفول عليها ومش عارف يدخل لها الفحم. الفحم موجود تمام زي السكر موجود في الدم ومتراكم، لكن مش ما بيوصلش للخلايا نتيجه الباب المقفول. الانسولين هو افتح يا سمسم، هو التعزيمه وهو المفتاح اللي هيقدر يفتح بوابه الخلايا ويدخل الايه السكر او يدخل هنا الايه الفحم. شوفوا النتيجة ان خلاص بقى الدفاية هتنطفي، لما تنطفي تخبو خلاص المفتاح السحري هو ده الانسولين، بيفتح بوابة الخلية ويسمح بدخول السكر المتراكم في الدم فيخش ويتحرق في الباور ستيشن جوه الخلية ويولد الطاقة اللازمة لان الولد ده يذاكر ويستمر يسهر، وإلا كان مستحيل انه هيواصل. فأكن ده دور الانسولين اللي ماشي في الدم. دوره ايه بالظبط؟ نيجي للخلايا لها غشاء، هنشوف غشاء الخلايا. ده غشاء الخلايا، ومش ممكن تخش الخلايا، السكر ما يقدرش يخش من غير ما يتفتح بوابات في الهويس بتاع الخلية. هنشوف الانسولين فتح البوابات دي يخش سكر الدم على طول جوه الخلايا، وداخل الخلية فيه عارفين احنا اتكلمنا قبل كده الباور ستيشن، هي دي الباور ستيشن اللي جوه الخلية. الحاجات الحمراء دي هناخد واحد منهم، هي دي باور ستيشن، بيخش جوه السكر يتحرق زي ما حكينا في مركب الأدينوفوسفيت، بيختزل ويؤكسد ويدي طاقة تكون نتيجتها ان الولد يقدر يواصل عمله. الانسولين بيفرز جوه غدة البنكرياس، وغدة البنكرياس اهي تحت بالمستعرضة اللي زي المسطرة دي اللي تحت المعدة اللي شايفينها حاجة بالعرض كده، طولها زي 30 سنتي. جوه خلايا البنكرياس فيه الخلايا الفاتحة دي، هي دي يقولوا عليها جزر لانجرهانز، دي اللي بتفرز الايه مين اللي بتفرز الانسولين. الانسولين بيفرز ويتحوش في الحاجات البيضة دي، هو بيفرز هناك على الشمال وبعدين يتخزن على اليمين في المخازن البيضة دي، وبعد كده يتصرف في الدم حسب الاحتياج. اكن الواحد عنده مضخة جوه جسمه بتضخ انسولين حسب الاحتياج. شوف ساعة الاحتياج تتفتح بوابة الضخ ويطلع منها الايه الانسولين يخش الدم يفتح بوابات الخلايا، وبالطريقة دي يخش الجلوكوز ويتحرق ويدي طاقة. في حاجة تانية اللي هي الغدة الدرقية اللي حكينا عنها اللي هي في الرئة دي، وبتطلع السيروكسين. السيروكسين دوره يعمل تسريع للتفاعل. شفنا التفاعل اللي حاصل جوه الباور ستيشن، في هرمون ممكن يسرع التفاعل وهو هرمون السيروكسين، لكنك معاك منفاخ وبتنفخ على الدفاية فيزود العملية الكيماوية اللي حاصلة، الأكسدة بتاعة الأدينوفوسفيت، وتزيد الطاقة لكنك زودت الديزل بتاع الانجن. ده هرمون خاص يطلع في الغدة الدرقية، يمشي في الدم يعمل تسريع لتفاعلات الاحتراق في جميع مولدات الطاقة في الخلية. يعني دوره زي ما حكينا اكن واحد ماسك منفاخ وبينفخ على الفحم. طبعا لما يدور المولد على اقصى طاقة كل الجسم يشتغل تمام. هنا الدفاية مولعة، انت بتنفخ عليها بالمنفاخ ده يقوم يزيد الاشتعال. المنفاخ ده هو الايه هرمون الثايروكسين اللي بيطلع من الغدة الدرقية. وزي ما احنا عارفين كل ما يزيد الهرمون ده يزيد النشاط. في هرمون تاني
زي احنا لسه برضو بيتكلم على هرمون الثيروكسين ده الفورمولا بتاعته، ومكان الهرمون ده بيطلع من الغدة الدرقية اللي في الرقبة دي اللي حكينا عنها. ممكن يزيد النشاط زيادة الغدة لها فصين على اليمين وعلى الشمال وفص أوسط في حالات المرضية اللي هي زي مرض الجواتر أو الجويتر، يزيد نشاط الغدة ويزيد الإفراز والمريض يجيله الأعراض اللي حكينا عنها، وهي الهياج العصبي والخفقان. وشوفوا جحوظ العينين، شوف العينين عاملة ازاي، يحصل جحوظ في العينين بالإضافة إلى الهزال والإسهال والخفقان والسهر وعدم النوم وإلى آخره. أو العكس، العكس بقى اللي كسر الغدة المرضي يؤدي إلى التخلف اللي عند الولد ده في النمو، تخلف في النمو وتخلف في المخ وتخلف في كل حاجة، ويبقى الولد نايم ليل نهار على روحه وكسلان. ساعة ما ياخد الهرمون شوف شكله اتغير ازاي، يعني المرض ده بيتعالج بمجرد انه ياخد السيروكسين. وشوفوا اهمية الهرمونات، يعني مثلا في ابو دنيبة ده الهرمون ممكن يحوله الى ضفدع. عملية التحول من ابو دنيبة لضفدع كاملة بيتم عن طريق هرمونات. في البرد الشديد ايه اللي بيحصل؟ بتنطلق هرمونات الغدة اللي فوق الكلى اللي هي السوبرارينال، بالذات هرمون الادرينالين يستدعي الاحتياطي النشويات اللي في الكبد اللي هي الجلايكوجين، ده مخصوص الاحتياط دي عشان الظروف. ففي ظرف البرد الشديد يلزم زيادة حريق فيستدعى النشويات اللي في الكبد عن طريق الايه الادرينالين. الغدة اللي احنا شايفينها دي هي الفوق كلوية او السيوبرارينال، والادرينالين بيفرز من لب الغدة، اللب اللباب ده هو بيطلع ادرينالين بينما القشرة بتطلع مجموعة هرمونات اخرى اللي حكينا عنها. الهرمون اللي طالع من اللباب اللي هو الادرينالين هو ميزاته ان هو يستدعي الاحتياطي الجلايكوجين اللي في الكبد عشان يتحرق في الظروف الصعبة زي البرد الشديد. ايضا يحشد الجسم عشان كل حالات الانفعال الحادة، وسع الشرايين ويزود ضغط الدم ويكبر عزم القلب في لحظات الخوف او الغضب او الانفعال او خناقة او الى اخره. يزيد الادرينالين في الجسم عشان يحشد الجسم للوضع الانفعالي الجديد. نحن شايفين الكبد من فوق، شوفوا ازاي بعد ما انطلقت بقى احتياط الكبد كل الجلايشين اللي فيه طلع، وايه الراجل بقى يتنطط وايه وابتدى يدفى. ايضا الادرينالين لما يمشي في الدم احنا حكينا انه بيوسع الشرايين ويزود الضغط، بيوسع شرايين القلب ويزود الكفاءة والعزم، وده مهم جدا في حالات الغرات عشان الواحد يقدر يجري ويواجه الخطر والى اخره. فوق كل الغدد في الغدة الصماء بقى دي الرئيسة بتاعتهم كلهم، هي الحاجة اللي زي الترمسة دي، وقلنا ان هي في قاع الفص الاوسط من المخ، او يقولوا عليها تحت السرير المخي او تحت العرش. دي لها فص امامي وفص خلفي، و بيجيلها التنبيهات من اسفل السرير على طول، على التنبيهات عصبية وايضا منشطات كيماوية بتيجي من اسفل السرير المخي. وزي ما قلنا ان بيجي دايما نوعين من الاوامر، اوامر بالتسريع او اوامر بالفرملة او الاطاء، كل ده بيجي اوامر عصبية من فوق، ما هو من قاع الفص الاوسط. نفس الوقت بتيجي اوامر كيميائية ايضا زي ما احنا شايفين المواد الكيميائية اللي جاية من السرير المخي ينزل للفص الخلفي من الايه
من البيتويتري او الغدة النخامية، او تيجي افرازات تروح مع الدم للفص الامامي من الغدة النخامية. الاتصال مستمر بين قاع المخ او السرير المخي او العرش المخي وبين البيتويتري، لان هي دي الغدة الرئيسية، تتلقى عن المخ الاوامر وفي نفس الوقت تحكم كل الغدد اللي تحتها. والحقيقة تناظرها خطير جدا في النمو زي ما حكينا. اذا الافرازات قلت تكون النتيجة ان هذا الطفل يطلع قزم. في نفس الوقت العين هي اللي بتدق جرس الانذار لجميع الغدد، بتقول انا شايف خطر، في مصيبة هتحصل، في غارة، في حرب، في حرامي، في مش عارف ايه، في، فكل الغدد تحتشد بناء على الاشارات اللي جاية من الحس، من كافة منافذ الاحساس بتحتشد الغدد وتدينا تواكب النشاط باستمرار بما يناسبه من منشطات كيميائية هرمونية. هو في الواقع يعني الواحد بيقف وقف التأمل قدام بعض النقط في حكاية الهرمونات دي. أولا النظام الهرمي للإدارة اللي شفناه في الجسم الإنساني أو في الكون بيدينا إيحاء إن أحسن نوع من أنواع الحكم بالنسبة للسياسة هو برضو النظام الهرمي، يعني يبقى في قاعدة شعبية، برلمان منتخب، وزارة ووزراء ورئيس وزارة، هيئة مستشارين، والحاكم فوق في القمة، لأن ده أقرب الأشكال للفطرة اللي ربنا فطر عليها جسم الإنسان أو الكون. أيضا وقف التأمل قدام حكاية السلب والإيجاب، القوتين اللي موجودين طول الوقت في جسم الإنسان، قوة بالسلب وقوة بالإيجاب، قوة بالتسريع وقوة بالفرملة، سواء كان الأداة بتاعتها عصبية أو أداة كيميائية عن طريق الهرمونات، برضه مؤشر، لأن برضه في الكون كده، احنا قلنا فيه جاذبية وقوة طردة مركزية، في الشمس جاذبية قوة التمدد الغازي، قوة ضد قوة، وفي الكهرباء سالب وموجب،